نسرين نجمع حوايجك حوايج نادين ونرجعوا لدارنا. ما نقدرش هاد الايام خصني نبقى مع ماما محتاجه ليا. راك شتي الحاله ديالها غدا وكتزاد. ما ديريش سباب ماماك، انا محتاجك وتعاوني حتى هي محتاجك. تعاوني خاصها شي واحد اللي يقد بها، يكون هو حاضر وقد بالمسؤوليه وعارف راسو شنو كيدير. ماشي فحالك، شويه ديال المسؤوليه كتحس براسك بحال هي شي حمل ثقيل عليك، امتى عليك غير ترميه. انا هكا. ياك شي بابا، بابا كبير في العمر، عمرنا ما سمعناه كيتشكى، هز الهم ديال العائله كامله، مسؤوليه كامله بمشاكلها بكل شيء ليها. حتى من شعرو حيدو على قبل ماما باش ما تحسش بيه بعيد عليها. انت شويه ديال الهم كتهربط خويا الدار وتمشي تسهر بالليل. طب واش رجعي؟ لا ما بغيتش. واخ ما حشمتيش الراجل جاي عندك حصل الدار كيرغب فيك ترجعي لدارك وانت مصيفطها بلا خاطر. ماما قلت داكشي اللي عندي هنا. هشي مرة أخرى ما تبقيش ديري بيا السبة. واش بابا ما غيرجعش؟ غيرجع بنتي غيرجع. غيرجع. يوسف يوسف نادين ونسرين ما غيمشوش معاك. عمي نسرين باش ترجع لدارك. كيفاش بغاش ترجع لدارك؟ على مال الخطره؟ ها نزل اودي تغدى معنا وانا غنهضر معاه. نزل اصلا ما كانش باغي تجاك خطره غير خلات منه. والله يهديك الله يهديك نعل الشيطان ونزل. لا عمي شو شحال ضحيت معاك وما خليت ما درت معاه في الاخر وطردني راجل ما عندوش المسؤوليه. حرام عليها ما خليت ما درت. الله يرضي عليك يا ولدي، القضية راه ما فيها لا مسؤولية ولا ما مسؤولية. نزل الله يرضي عليك. نسرين راه باغا تعاون معاك حتى توقف على رجليك، هذا هو الهم ديالها. نزل. هي كتعرف غير نجيب الفلوس، باغاني غير نجيب الفلوس، هادشي اللي عارفة هي، ولكن عارفة علاش تبدلات. ودابا عاد تحرم لي العينين. أيوسف الله يهديك نزل، نعل الشيطان ونزل. سمح لي يا عمي غنخليك. أيوسف